أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من العناوين. على المدى وزير الصحة عن حظر التجوال الجزئي، الإجراءات ستكون حازمة. ألترا عراق موقف وبائي مرعب، الجائحة تحصد العشرات في العراق. على القدس العربي تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي. في العربي الجديد جدل في العراق بعد تراجع الكاظمي عن قرارين في شهر واحد. في العرب اللندنية تقشف يضع السعودية أمام خيارات تعديل أولوياتها العسكرية. الجارديان ضم إسرائيل الضفة الغربية نكبة أخرى للفلسطينيين. نيويورك تايمز محكمة أمريكية تنظر في قضايا جرائم الحرب ضد حفتر. متى سيكون موعد الحوار الوطني العراقي مع الجار إيران؟ ومتى سيتم تحرير ما تبقى من السيادة الوطنية التي لم يعد ينتهكها أحد سوى النظام الإيراني وميليشياته وجواسيسه؟ والآن وبعد صدور البيان الختامي للحوار، لقد أصبح واضحا أن أمريكا تريد من الحكومة العراقية أن تقوم بواجباتها في لجم الميليشيات وفي حماية القواعد والسفارة الأمريكية والعمل على تقليص النفوذ الإيراني إذا ما أرادت أن تستمر في تلقي المساعدة مالا وبضاعة وإرشادات وتدريبات. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. ها نحن في عهد مصطفى الكاظمي القادم من داخل بطانة العهد الديمقراطي الجديد الذي أنشأه الغزو الأمريكي وأورثه لدولة الحرس الثوري، منتظرون منه ما يطيق وما لا يطيق. والداعي إلى هذا المقال هو حوار الساعتين الصباحيتين الموصوف بأنه استراتيجي بين أمريكا وإيران ودولة العراق، والذي أتقن الوكلاء المعتمدون من إيران والوكلاء المعتمدون من أمريكا تغليفه بثياب السيادة الوطنية وكرامة الوطن العزيز. ولبيان حقيقة الحوار ومدى علاقته بالسيادة وبمصالح المواطنين، نستعرض هنا وثيقة الحوار التي سربتها الحكومة الأمريكية عن سابق إصرار وتصميم. فعراق مصطفى الكاظمي طلب فاستمع فوافق وانتهى الحوار، إنها المقايضة بعينها. وعد أمريكي بالانسحاب بعد عمر طويل مقابل دوام المساعدات والتدريبات والإعفاءات وإعادة الآثار، ولكن أحد لم يتحدث عن الوجود الأمريكي في كردستان العراق ولا عن إعفاءات أمريكية للعراق باستمرار شراء الطاقة الكهربائية من إيران. واستباقا لهذا الحوار وبتوقيت مقصود، طالبت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بإدراج الميليشيات الإيرانية في العراق ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك ضمن تقرير مطول حول أنشطة الجهات والشخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في العراق ولبنان وسوريا واليمن. شيء آخر، أن البيان المشترك الصادر عن الحوار المذكور جاء على ما يبدو من أجل مساعدة حكومة الكاظمي وعدم إحراجها مع إيران في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة التي تعقب الانتخابات الأمريكية القادمة، خصوصا وأن الرئيس دونالد ترامب بحاجة إلى هذه التهدئة وهو في ظروفه الانتخابية المعقدة بمواجهة الكثرة من المتربصين به داخليين وخارجيين. عن العلاقة الأمريكية العراقية كتب مزهر جبر الساعدي في صحيفة القدس العربي، وجاء في المقال: المفاوضات الأمريكية العراقية حاسمة لرسم مجالات وحدود ومستويات العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهي علاقة حتى الآن غير واضحة وغير محددة في الالتزامات لطرفي العلاقة على الرغم من وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما. هناك سؤالان مهمان. أولاً، هل أن المفاوضات تجري على أساس تثبيت الوجود الأمريكي أو تثبيت العلاقة الأمريكية العراقية على أسس ثابتة وبعيدة المدى؟
وتتضمن التزامات متقابلة ومحددة الأهداف على أرضية قانونية وعلى بنود تتكافأ فيها الالتزامات من وجهة نظري. لا توجد علاقة كهذه بين دولة عظمى وأخرى من العالم الثالث تتكافأ فيها الفرص، بل هي سيف مغروز في قلب الاستقلال. ثانيا، هل المفاوضات تجري على أساس أم أن الهدف منها هو مساعدة العراق في محاربة الإرهاب إلى أن يتم القضاء النهائي عليه ومساعدة الحكومة في إجراء الإصلاحات وما إليها من انتخابات مبكرة ونزيهة، كما يقول ويردد الأمريكيون كذبا وخداعا في كل ساعة وحين، وكما وصفها مؤخرا السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تودلر، ومناقشة وجودهم الوقت لهذا الغرض، أي أن يكون هناك تعهدا باتفاق مكتوب بخروجهم حال انتهاء مهمتهم. وهذا أمر غير وارد في مباحثات من هذا النوع بالمطلق وبكل تأكيد. السفير الأمريكي وصف المباحثات بأنها مباحثات استراتيجية، ولتثبيت وتطوير اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق في البنية التحتية. وأمام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يصفها جون بيرغنز في كتابه اعترافات قاتل اقتصادي بأنها أقذر أداة أمريكية للسيطرة على الدول التي تفتح أبوابها لها لنهب ثرواتها. على ما يظهر تريد الولايات المتحدة استثمار ما يمر به البلد من ظروف اقتصادية قاهرة لتحقيق إنجاز ما يجبر لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل من جهة، ومن الجهة الثانية هي الأهم والدافع الأساس لهذا الحوار، بل هي الأخطر، تثبيت الوجود العسكري الأمريكي الدائم على الأرض في العراق ربما لمديات بعيدة مقبلة. عن المفاوضات أيضا في موقع عربي 21، الملاحظ أن الحوار انطلق بعد شهر من تسلم مصطفى الكاظمي مهامه كرئيس لحكومة بغداد الذي يقال بأنه قريب من واشنطن، وكذلك في ظل أجواء غير صحية، وبالذات مع تفشي فيروس كورونا في العراق والأزمة المالية الخانقة واستمرار قمع المتظاهرين واستهدافهم في بغداد ومدن الجنوب. نطالع ما كتب الدكتور جاسم الشمري. الكارهون لأمريكا يريدون الخلاص من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن واشنطن هي التي جاءت بالغالبية المطلقة منهم للحكم. ونأمل ألا تكون الضغوط الإيرانية وراء هذا الإصرار شبه الرسمي والميليشياوي العلني على خروج الأمريكان. وبالمحصلة هي ليست رغبة وطنية خالصة، ويجب الحفاظ على سيادة العراق وإنهاء التدخل العسكري الأجنبي والتسلط السياسي الخارجي. مطالبة الولايات المتحدة بالاعتذار للشعب العراقي عن كارثة الغزو وتدمير العراق وتعويضه عن الخسائر المترتبة على الاحتلال، خصوصا مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 3 أيام في هجومه على وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول. ألم يقل باول أن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا ذهبنا إلى الحرب. وهذا اعتراف رسمي يكفي للمطالبة بالتعويضات. يجب القضاء على التمايز السياسي الطائفي وإعادة توازن للعملية السياسية العراقية، كما يجب حسم ملف الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وتخليص الأجهزة الأمنية من المجرمين والميليشياويين. المفاوضات لم تكن واضحة وتخدم حاضر العراق ومستقبله، فلا خير فيها. وإن وقعت تحت طائلة الأجندات الخارجية والعرقية والطائفية والحزبية فهي مفاوضات خاسرة وليست مثمرة. جدل في العراق بعد تراجع الكاظمي عن قرارين في شهر واحد، ففي إطار خطته لتجاوز الأزمة المالية وجه الكاظمي أخيرا
بفرض اقتطاعات على رواتب المتقاعدين والموظفين وصلت إلى نحو 30%، ما أثار ردود فعل غاضبة ضد القرار الذي تخلى عنه البرلمان وسارع بالتصويت على قرار يرفض أي اقتطاع من رواتب الموظفين أو المتقاعدين، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى التراجع عن قراره والبدء بإعادة المبالغ المقتطعة. جاء ذلك في تقرير لصحيفة العربي الجديد، نتابع. خلال الشهر الأول من عمر حكومته تراجع رئيس الوزراء لرقي مصطفى الكاظمي عن قرارين اتخذهما. الأول يتعلق بإغلاق مقر ميليشيا تورطت بقتل متظاهر وإصابة آخر في البصرة، والثاني بتخفيض رواتب المتقاعدين ضمن رؤيته لمعالجة الأزمة المالية، إذ أعيد افتتاح مقر الميليشيا في البصرة بتسوية وصفت بالسياسية قبل أن يعلن الخميس عن أن المبالغ المقتطعة من المتقاعدين ستتم إعادة دفعها إثر الضجة الشعبية التي سببها القرار، وهو ما أثار جدلا في الأوساط السياسية، إذ عدتها بعض الكتل دليلا على عدم وجود خطة أو رؤية واضحة في إدارة حكومة. وتتطلب المرحلة التي يمر بها العراق من أزمة مالية خطرة وما ينتظره الشارع من قرارات لإصلاح تركة الحكومات السابقة من خلال تحجيم الفساد وسحب السلاح المنفلت وغيرها مما تعهد بتنفيذه الكاظمي. قرارات حاسمة لا يمكن التراجع عنها وفقا لما يراه مراقبون والذين حذروا من الارتباك فيما وصفوها بالقرارات المصيرية. وأصدر الكاظمي منتصف الشهر الماضي قرارا بإغلاق مقر ميليشيا ثأر الله في محافظة البصرة إثر إطلاق عناصرها النار على المتظاهرين وقتل أحدهم وإصابة آخرين، إلا أن القرار لم يصمد أكثر من أسبوع واحد فقط بعدما تراجع الكاظمي عنه وإعادته المقر للميليشيا. الضغوط والتهديد المباشر وغير المباشر من قبل بعض الجهات السياسية والمنتفعة من الفساد منعت الكاظمي من اتخاذ أي قرار بشأن إلغاء الرواتب المزدوجة ورواتب من يسمون بالفضائيين وهم الموظفون الوهميون، ولا حتى رواتب من يسمون بالمتضررين السياسيين كرواتب محتجزي رفحة أو السجناء السياسيين وغيرها التي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات شهريا. نشرت صحيفة الجارديان مقالا لصحفي في مركز الشرق الأوسط في مدرسة لندن للاقتصاد يان بلاك وترجمته عربي 21، قال فيه إن بنيامين نتنياهو جعل الأمور الآن واضحة جدا فيما يخص ملف الضم. ليس من المؤكد بعد ماذا سيحصل، فإعادة انتخاب دونالد ترامب متغير مهم إذا اعتبرنا الوضع الداخلي الأمريكي المتقلب، بالإضافة لردود الفعل الأردنية والمصرية الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين تربطهما اتفاقيات مع إسرائيل. إن الشيطان لا يكمن في التفاصيل هنا، فإن تم أي ضم لأي أراض فسوف يكون خرقا صارخا للقانون الدولي وعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يمر دون جواب، فيجب أن تواجه إسرائيل العقوبات كما واجهتها روسيا عندما أخذت القرم من أوكرانيا. ويقول ناشطون أن الضم سيعني أنهم لم يعودوا يركزون دون جدوى على احتلال غير مكلف، ولكن على مقاربة تقوم على الحقوق. ستدخل إسرائيل إلى فترة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وإن كانت أعداد الطرفين في هذه الحالة متساوية تقريبا، ليس 11% أقلية بيضاء تحكم جنوب أفريقيا من بريتوريا حتى عام 94 و900 ألف، وستكون تلك النهاية الإفلات من العقاب. ومن الآن سيكون من الصعب بكل تأكيد الادعاء بأن حل الدولتين لا يزال ممكنا ولم يكن هناك مفاوضات سلام منذ عام 2014. ولفت المقال إلى أن عملية الضم ستجعل الأمور أسوأ، فالمخاطر على المدى القصير تتضمن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ونهاية ما تبقى من أوسلو وأزمة في علاقة إسرائيل مع الأردن ومصر وحلفاء
الأمر الواقع في الخليج، والأهم من كل ذلك عودة المقاومة التي قد تجعل الانتفاضة الأخيرة تبدو أليفة، كما أنها ستزعزع منطقة هي متقلبة أصلا، موفرة فرصا للاستغلال من إيران وحزب الله. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الجمعة أن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة تسلمت الجمعة من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهم بشأن جرائم ارتكبها الانقلابي خليفة حفتر بحقهم وحق أسرهم وأملاكهم. جاء ذلك بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للحكومة الليبية نقلا عن الصحيفة الأمريكية. ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينيا استمعت لأقوال الليبية منى سويد وعبد الله الكرشيني باعتبارهم ضحايا في قضية ضد حفتر دون تفاصيل عن هذه القضية. وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر ومحاميه تغيبا عن أول جلسة ولم يتواصلا مع المحكمة، وأوضحت أن محكمة فيرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الليبي الأمريكي عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار. وأشارت كذلك إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسية في الكونغرس الأمريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب المتعددة في ليبيا وبدعم من دول عربية وأوروبية. تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي حفتر منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بطرابلس على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة. ومؤخرا حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل للحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي. أتت الاحتجاجات على العنصرية التي أشعلها موت الأمريكي الأسود جورج فلويد مصدر إلهام فني في أنحاء المعمورة من جداريات في سوريا وباكستان إلى رسوم في نيروبي. على جدار برلين لاح رسم ضخم لفلويد وبجواره حروف كبيرة باللون الأصفر تشكل عبارة لا أستطيع التنفس، تلك الكلمات التي كررها قبل أن يلفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية بركبته على عنقه لما يقرب من 9 دقائق وهو رابض على الأرض. أما الفنان السوري عزيز الأسمر فقال إنه يريد أن يبعث رسالة تضامن من خلال جداريته. قال الأسمر: بعدما شهدنا تزايد العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة ولأن من واجبنا الوقوف مع كل القضايا الإنسانية حول العالم، رسمنا اليوم على جدار دمرته طائرات الأسد في إدلب. وأضاف أن صور فلويد أعادت إليه صورة أطفال سوريا الذين قتلوا في هجمات يشتبه بأنها كيماوية في دمشق وخان شيخون. وتشير الجدارية إلى صورة لترامب وهو رافع الإنجيل أمام كنيسة سانت جونز في واشنطن بعدما أزاحت الشرطة بالقوة المحتجين من حديقة قريبة لإخلاء المنطقة له. نتابع الرسوم الكاريكاتورية.
إلى صدى أقلام جديد، دمتم في أمان الله.